السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو مش الماكرون ده اللي هو البتاع البتاع المكرون الصغير البتاع ال... هو ده طبعا رئيس فرنسا ملعون عالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحوارات بتاعت ال... يعني الحاجة اللي بتلاقي كل الناس بتتكلم فيها وكل الناس بتعملها وخصوصا لما تبقى حاجة دينية وتلاقي صحوه كده وحركه وقاطع واعمل ايه ان اه اه ايه ايه ومش عارف ايه دي بتستوقفني وبتخليني حاسس ان انا لازم ارجع لورا كده خطوتين واشوف نعمل ايه وايه المطلوب وده الصح ولا غلط ومش عارف ايه فمبدئيا خلينا اصلا نعرف ايه المشكله اه لانه كتير مننا بيبقى راشق وخلاص وما بيبقاش عارف اصلا ايه الحوار زي حوارات نتفليكس مثلا والكلام ده مدرس اه وهو بيشرح وبيضرب أمثلة ومش عارف إيه فعرض أظن الكاريكاتيرات بتاعة زمان اللي كانت تبع شارلي هيبدو والكلام ده أو حاجة مشابهة ليها مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم فالراجل ده اتقتل يعني في حد آه في حد قتله قتله بقى وشال راسه يعني حوار يعني طبعا فالنقاش بتاع الايه هل ده حرام ولا حلال ان احنا نقتل حد عمل كده ولا مش عارف ايه ده نقاش تاني خالص مش هدفه الفيديو طبعًا ده طبعا اللي حصل انه آه ماكرون وال, وال 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 والناس بتوعه علشان آه يعني يعبروا عن ان دي كانت حاجه غلط وان ده ارهاب وعلشان يعني آه يعني كميموريال للراجل اللي مات ده عرضوا بروجكشن كده او بروجيكتور على مبنيين للرسومات دي وطبعا العالم الاسلامي انتفض يعني ففي المواقف دي الواحد بيبقى مش عارف الصراحه يعمل ايه المفروض في العالم المثالي الدوله الاسلاميه يعني لو احنا في دوله بتغير كدوله المفروض ان الدوله دي هي اللي تاخد خطوه يعني يبقى في بقى سانكشنز او أو أو مثلا مقاطعات أو حوارات زي دي على نطاق بقى واسع والدولة كاملة تاخد خطوة ومثلا مش عارف مين رئيس يقول كذا والحوارات دي ده في العالم المثالي طيب إحنا كمسلمين أفراد مطلوب مننا نعمل إيه؟ الحقيقة الحقيقة أنا معرفش كويس فأنا مش عامل فيديو ده عشان أقول يا جدعان اعمله ولا أنا أنا عامله عشان أفكر معاكم بصوت عالي وعشان ألفت نظرنا لحاجة تانية مهمة جدا اللي انا بيحركني دلوقتي هي فكره انه ماشي انت غيران عشان الناس قالت لك انه في مشكله ومش عارف ايه وعايز تعمل حركه وعايز تعمل تاخد خطوه وده جميل جدا بس السؤال الحقيقي انه هل انت فعلا انت فعلا زعلان ولا انت مشارك في الليله وخلاص يعني هل لو انا جيت بيني وبينك كده قلت ان في راجل ملعون رمه زبال آآ آآ قال على النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وعمل له صور ومش عارف ايه هل انت فعلا جواك بشكل بقى ايه منفصل عن السوشيال ميديا انا وانت لوحدنا مع بعض في اوضه قلت لك الكلام ده هل انت فعلا هتنتفض وهتزعل ولا انت اللي حركك ان انت لقيت كل الناس بتتحرك ما احنا برضه لازم نسال نفسنا هل احنا فعلا بجد بنغير على النبي صلى الله عليه وسلم هل احنا فعلا زعلانين له واحنا عندنا حاجات تثبت ان احنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم فهو النبي بيقول ان اللي بيحبني بيقيم السنة بتاعتي الحب مش بس انه انا بحبك وخلاص من غير افعال يعني دي حاجة منطقية جدا حتى بين اي كابل اللي هو انت بتحبني ما انت لازم توريني كويس فانا انا برضو مش طالع ايه اقول كلام تقليدي اللي هو ايه انت اصلا انت اصلا ما بتحبش النبي وانت اصلا بتح... انا مش طالع اقول الكلام ده خالص انا طالع فعلا احاول اخليني انا نفسي ملمس مع الموضوع كويس عشان اشوف هل احنا دايما هنبقى رد فعل يعني هل احنا كل ما حد يطلع يعمل حاجه احنا بقى هنبقى ايه اه لازم نطلع نقول دلوقتي يعني هل هل كل حركاتنا هتبقى ردود افعال ما هو أنت لو أنت مثلا بتتمرن مثلا رياضة قتالية معينة أو أنت مثلا قوي جدا واحد ماشي راح لك إيه يا اسطى أنت ضعيف أنت فكسان أنت مش عارف إيه راح معاكسك ولا عملك مش عارف إيه أنت مش هيفرق معاك لأن أنت لو رحت له أنت هتاكله أصلا على عكس ما أنت أصلا حاسس إنك ضعيف وأصلا حاسس إنك فكسان ما هو أي كلب بيهوهو هتلتفت له وهتقول له ايه ما تيجي ويلا بينا ولاتس فايت والكلام الفكسان ده فهل احنا كمسلمين كل اللي علينا ان احنا نبقى واقفين يعني بن ايه بندافع معلش انا عايز بس اللي بيتفرج على الفيديو يبقى مستوعب انه انا مش يعني انا عمري ما هطلع الناس بتتكلم في حاجه هطلع اقول اه يا جدعان اعملوا وما تعملوش وقاطع يعني انتوا كده كده اللي بيتفرج عارف لو هو عايز يقطع هيقطع لو هو معترض على الليله هيكمل في اعتراضه كويس اللي جاي يتفرج هنا عشان يقول لي لازم تقول للناس تقاطع ده مش اسلوبي وما ومحدش يتوقع مني ده انا جاي عشان هو البرنامج ده حتى اسمه وعي هدفه ان احنا نوسع ادراكنا شويه احنا دلوقتي مستضعفين هل كل ما حد كلب يجي يعمل لنا حاجه يهوهو هنبقى ردود افعال ما احنا لازم نبقى احنا نفسنا اقويه ده معناه ايه ده معناه انه انت راجع نفسك هل انت فعلا اصلا بتحب النبي صلى الله عليه وسلم هل انت بجد هل انت بجد قلت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النهارده هل انت قلتها هل انت بتفتكر ان ليك نبي صلى الله عليه وسلم وان انت بتحبه بجد يعني احنا ممكن ما نبقاش اصلا مسنكين مع نفسنا في ده احنا ممكن نبقى بنطلع في الوقت الغلط عشان نرزع وخلاص ونمشي ورا الترند وعشان ما نحسش ان احنا لوحدنا ونحس ان احنا تابع الناس ونحس ان احنا مش عارف ايه قشطه قشطه بس خد بقى حاجه ايجابيه من ده انه النبي صلى الله عليه وسلم مش اه من تعاليمه ان احنا نطلع اي حد بيهوها ونعمل مش عارف ايه لا احنا لازم نتحرك من قوه واللي هيقوينا ان احنا فعلا تبقى سنته صلى الله عليه وسلم احنا بنقيمها ودي النصره الحقيقيه دي النصر الحقيقي اللي انا شايف ان هي لازم تبقى جوانا مش بقول ما تقطعش ولا ما تعش. عارف ايه انا بتكلم في زاوية تانية خالص انا بتكلم في انه ال... النصر الحقيقي اللي هم فعلا بقى هي... هيبقوا حاسين انه يعني بي... بيضعفوا جدا قدامه ان ده الحركة دي تقوينا اكتر وتخلينا نحب النبي بتاعنا اكتر وتخلينا نحس ان احنا مش مكسوفين نربي دقونا مثلا، مش مكسوفين نقول إن آه يا جدعان أنا مسلم جدا على فكرة، تمام؟ وما بكسفش أقول ده أبدا، وهطلع السجادة وأصلي في أي مكان لو مفيش مكان أصلي فيه، وهقول لك ما تيجي تصلي معايا، ومش هتكسف أفكرك إن ده وقت الصلاة، ومش هتكسف أبقى محجبة أبداً حتى لو الناس هتقول عليا فكسانة ولا مش عارف ايه ولا بتاع ولو انا منتقبة هفضل متمسكة بده حتى لو الناس بتقول عليا مش عارف ايه وحتى لو أهلي بيقولوني معرفش ايه انا مسلم وبتبع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قدوتي رقم واحد قدوتي الوحيده مش مش حتى رقم واحد واي حد بقى هيهلك واي حد انا متمسك جدا هي دي النصر الحقيقيه هي دي الحاجه اللي هم مش عايزيننا نعملها هي دي ال ال ده غرض ال 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 السخريه اللي هم بيعملوها وفاكرين ان احنا هنضعف قدام ده بالعكس بالعكس يمكن انا ما معايا الحوارات دي لانه ده ضعف اصلا منهم ان هو إيه, تخلو إيه يعني مفيش حاجه اصل يعني مش تقدروا تعملوا حاجه اصلا تبعدنا عن حب النبي انتوا بتحببونا فيه اكتر وبتشعلوا فينا غيره حقيقيه تفكرنا انه ده اكتر حد انا بحبه في الحياه اصلا اكتر حد بحبه في الحياه وخلينا ما نزعلش من فكره الاستضعاف ال 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 وخلينا نستوعب ان الاحساس بتاع ان احنا في مذله ده, ده حتمي يعني احنا مفيش في ايدنا حاجة كويس مفيش في ايدنا غير ان احنا نأكتف في, في اطار المتاح بالنسبة لنا زي ما قلنا انه في عالم مثالي هيبقى فيه حلول تانية بس احنا حالياً مستضعفين حالياً مشتتين مفيش في ايدنا غير ان احنا نشتغل على نفسنا لو النبي صلى الله عليه وسلم موجود بيبقى فيه تصرفات تانية بقى وقوة أكبر بكتير والكلام ده كله مفيش أصلا حد يستجري يعمل كده إحنا في زمن مختلف و... 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 وبقى إيه سكة تانية بقى بتاعت إنه كل وضع يعني, بي... يعني فيه بيبقى يعني في بيبقى في وضع استضاف بيبقى في وضع مثلا بيبقى في دعوه فرديه بيبقى في دعوه جماعيه بيبقى في بقى ايه أه... اوقات الحروب والليله دي كلها لازم نبقى عارفين احنا وضعنا عامل ازاي وان احنا عاملين زي ما نكون في الوقت مثلا بتاع النجاشي مثلا اللي هو احنا لسه ضعاف وعايزين بس عايزين بس ايه نحافظ على نفسنا نحافظ على ديننا بس فالخلاصة انه انا شخصيا اه ممتنع عن المنتجات الفرنسية في سبيل انه برضو افكر نفسي اه وصحي قلبي انه ان شاء الله لو ده في ضرر ليهم ان شاء الله نعمله أه وبفكركم انه لو هنمشي ورا الحاجات دي فهدفنا ان احنا نصحي جوانا حب النبي صلى الله عليه وسلم بان احنا نمشي ورا سنته ونبقى فخورين جدا بيها ونبقى متمسكين بيها جدا أه وما نبقاش بن بن بنهلك في الزفه وخلاص يعني تمام